دبلوماسية المجتمع المدني وتجنيدها كدعامة للدبلوماسية الرسمية في المرافعة للقضايا الوطنية، ذلك ما تخلل الاقتراحات المقدمة من قبل هذا الشاب الجزائري المقيم بقطر خلال الجلسات الوطنية للمجتمع المدني. الجالية الجزائرية تود أن تقدم خدمات لبلدها وبالمجان، أن بلدنا دارت فينا خير ودرسنا فيها وتربينا فيها وكبرنا فيها. ثانيا، نحن طلبنا في إطار مداخلاتنا واقتراحاتنا أن تناط مهمة الاستشارات التي تتعلق بالإصلاحات الحكومية ومختلف القطاعات في الدولة الجزائرية إلى الكفاءة الجزائرية في الخارج. لماذا؟ لأنه الكفاءة الجزائرية التي عاشت في الجزائر وخبرت التجربة في الجزائر ثم عاشت في الخارج، فهي مدركة بالسياق المحلي وهي مدركة أيضا بالسياق الدولي، وتقدر أن تقدم قيمة مضافة أخرى كذلك. ربط التواصل بين المغتربين والهيئات الرسمية أحد أهم مطالب ممثلي المجتمع المدني بالخارج، تواصل من شأنه المساهمة في نشر ثقافة الدفاع عن مواقف الجزائر تجاه القضايا الدولية والإقليمية. ما تبحث عنه الجالية هو مكاتب فعالة وهمزة وصل حقيقية بينها وبين الهيئات الفاعلة في الجزائر. جينا اليوم من مثل الجالية تاعنا نساهموا في العمل الجمعوي. الجالية عندها دور فعال لا يقل أهمية بتاتا عن الناس المقيمة. إعطاء صورة إيجابية عن الجزائر والترويج للمكتسبات والإنجازات الوطنية هو الدور المنتظر من الحركة الجمعوية بالخارج، فضلا عن مساهمتها في تقديم إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.